السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض شرح منهج ثالثه اعدادي الترم الاول 2025 من كتاب جيم الاضواء وحل تدريبات الكتاب بالكامل. كل ده هتلاقوه في قائمه التشغيل في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كمان هتلاقوا قائمه تشغيل فيها شرح وحل كتاب المراجعه وامتحانات المحافظات بالكامل. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض تكمله يونت 5 الوحده الخامسه Lessons 1 and 2 الدروس الأول والثاني الجرامر بيج 220 صفحة 220 Language اللغة Remember تذكر The present perfect tense زمن المضارع التام. نفتكر كده زمن المضارع التام بيتكون من have أو has والباست participle والتصريف التات. طبعا هنا subject الفاعل، الفاعل ممكن يكون اسم أو ضمير. هنا مع I, we وzey بحط have أو أي اسم جمع، مع he وshe وit أو أي اسم مفرد بحط has، ثم بحط التصريف الثالث. طب والنفي يا مستر، بعد have وhas بنحط not، تبقى haven't أو hasn't، haven't أو hasn't والتصريف الثالث. طب لو حبينا نعمل سؤال، في نوعين من الأسئلة، في سؤال بمعنى هل. لما تعوز تعمل سؤال بمعنى هل في المضارع التام بنعمل المقص. يعني احنا في الجملة العادية بنبدأ بالفعل ثم هاف وهاز والتصريف التات. لما اعمل سؤال بهل ببدأ بهاف او هاز، ببدأ بهاف او هاز، بقدمهم على الفعل. طب تعال نشوف كده. I have finished my homework، انا خلصت واجبي. I have. My mother has washed the dishes، امي غسلت الاطباق. هنا مع I have مع الاسم المفرد has. بنستخدم المضارع التام عشان نعبر عن ايه؟ احداث ماضية. لما الوقت ما بركزش عليه قوي او حدث لسه مستمر او حدث ليه تاثير. التكوين ادي اي وي وزي او اي اسم جمع، هاف الاثبات، هافنت في النفي والتصريف الثالث. زي اي هاف فيستد ماي جراند ماذر، زرت جدتي. ماي فريندز اند اي، اصدقائي وانا. هافنت دان اور هوم ورك، ما عملناش واجبنا. طيب مع هي وشي وات او اي اسم مفرد بحط هاز في الاثبات وهازنت في النفي ثم التصريف الثالث، ثم التصريف الثالث. حبيبه هاز بلايد تنس ان ذا كلاب، لعبت حبيبه تنس في النادي. عادل هازنت سويب ذا فلور، لم يكنس عادل ارضيه الغرفه. يبقى مع المفرد هاز في الاثبات وهازنت في النفي. طب لما نيجي نعمل سؤال بهل، يس نو كويشنز، اسئله بمعنى هل واجابتها نعم او لا، ببدا بهاف او هاز. هاف مع اي وي زي او اي اسم جمع ثم تصريف ثالث. هاف يور بيرنتس واتشد ذا فيلم، هل والديك شاهدوا الفيلم؟ اقول يس زي هاف او نو زي هافنت. طيب مع هاز، هاز مع هي وشي وات او اي اسم مفرد ثم التصريف التالت. هاز شي هيلبد هير ماذر ويز ذا هاوس ورك، هل هي ساعدت امها في الواجب او في اعمال، هنا هاوس ورك اعمال المنزل. يبقى يس شي هاز او نو شي هازن. ده النوع الاول من الاسئله. طب النوع الثاني اسم دبليو اتش او اتش او كويشنز، يعني سؤال بيبدا مثلا بدبليو اتش زي وات او زي وير او زي وين او اتش او زي هاو، بحط اداه الاستفهام ثم اي هاف او هاز على حسب الفاعل. هاف مع اي وي زي او اي اسم جمع، هاز مع هي وشي وات او اي اسم مفرد ثم التصريف الثالث، ثم التصريف الثالث. وات دي اداه الاستفهام، هاف حبيبه اند هاله دول جمع، يبقى وات هاف حبيبه اند هاله دان ان الكسندريه، ماذا فعلت حبيبه وهاله في اسكندريه. ممكن اقول ايه؟ زيس زي هاف سوام ان ذا سي، عامه في البحر. طب هنا قلت وير هاز هي، ليه هنا هاز؟ عشان هنا الفاعل هي فقط. وير هاز هي جون سينس يسترداي، اين هو كان امبارح او منذ امس. اقول هي هاز جون تو مثلا تو الكسندريه، هو ذهب الى الاسكندريه. بيج 221 صفحة 221 The past simple tense زمن الماضي البسيط، اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا هو حدث انتهى منذ فترة سواء قصيرة أو كبيرة. وعشان أحول الماضي البسيط أو عشان أحول الفعل لماضي بسيط في نوعين من الأفعال، قلنا في فعل منتظم وفي فعل غير منتظم. الفعل المنتظم بحط له دي لو آخره إي أو بحط له اي دي، أو لو واي قبلها حرف ساكن بحولها لاي اي دي. ده المنتظم. الغير منتظم ملوش قاعدة ثابتة، يتحفظ زي ما هو. I visited أنا زرت my uncle yesterday عم امبارح، يبقى زرت امبارح عمي، يبقى ده ماضي بسيط، هنا حطينا له اي دي. يبقى بنستخدم الماضي البسيط عشان نتكلم عن أفعال حصلت وانتهت في الماضي. التكوين قلنا التصريف التاني للفعل،
الفعل المنتظم بنحط له اي دي او دي او اي دي. طب لو غير منتظم يتحفظ زي ما هو. هنا ار حولناها لوير، ده غير منتظم ده منتظم. ده في الاثبات طبعا. ماير واتشد ان ادفنتشر فيلم يسترداي، شاهدت ميار فيلم مغامره امبارح. ماي فريندز اند اي اصدقائي وانا وير ات ذا ميوزيوم لاست فريداي، كانوا في المتحف الجمعه اللي فاتت. يبقى انا يسترداي او لاست زائد مثلا زي لاست فرايداي او لاست ساتردي تبقى ماضي بسيط. يبقى الفعل الغير منتظم ملوش قاعده، منتظم بحط له اي دي او اي دي او اي دي. طب النفي didn't والمصدر او I didn't listen to music last night. لو فعل في اي دي بنفي didn't والمصدر او فعل اصلي. طيب يا مستر لو فيرب تو بي نفي ايه؟ was بقت wasn't، where بقت weren't. يبقى حتى في النفي مختلف، يا اما didn't والمصدر لو الفعل اصلي او اساسي، لكن لو فيرب تو بي بحط wasn't او weren't والصفه او الجار والمجرور. I didn't listen to music last night. لم استمع الى الموسيقى الليله اللي فاتت. My friends weren't absent yesterday. اصدقائي ما كانوش غايبين امبارح. امجد wasn't at school 3 days ago. امجد ما كانش في المدرسه من 3 ايام. طب انا عايز اعمل سؤال بهل. ببدا بديت والفاعل ثم المصدر والاجابه yes او no. Did you watch TV last night? هل شاهدت التلفاز الليله اللي فاتت؟ ونلاحظ ان ديت المصدر اهو. يقول yes I did او no I didn't. هنا في النوع التاني من الاسئله اسمه WH questions، سؤال بيبتدي ب WH او HO ثم ديت ثم الفاعل ثم المصدر والاجابه على حسب معنى اداه الاستفهام. زي مثلا when did Dina's family go to the restaurant؟ متى عائله دينا ذهبت الى المطعم؟ هقول مثلا Dina's family went to the restaurant yesterday، راحت المطعم امبارح. يبقى when الاجابه ايه؟ وقت. هنا بيقول لي she studied that listen for three times لمدة 3 مرات، ده مضارع تام. يبقى عدد مرات حدوث الشيء يبقى مضارع تام مع شيء بحط هاز والتصريف الثالث started. Last weekend أجازة نهاية الأسبوع اللي فاتت we didn't، قلنا didn't بيجوا على المصدر يبقى we didn't go، لم نذهب إلى to طنطا إلى مدينة طنطا. Page 222 صفحة 222 complete the sentences اكمل الجمل with the correct form بالصيغه الصحيحه of the words in brackets للكلمات اللي بين الاقواس. I visit three different countries this year. هذه السنه ده مضارع تام يبقى I have وحط التصريف التالت تبقى visited. Last year السنه اللي فاتت ده ماضي بسيط. I be not a good swimmer هقول انا ما كنتش سباح جيد يبقى I wasn't عشان منفيه. كمال not invite his cousin to his wedding last month. عايز اقول كمال ما عزمش ابن عمه لحفل زفافه الشهر اللي فات هتبقى didn't invite. لم يعزم او لم يدعو. ماضي بسيط منفي. We watch all our favorite TV shows last night. يبقى ده ماضي بسيط. We watch it. تلا never build. طبعا never دي من كلمات المضارع التام. تبقى تلا has never والتصريف التالت built. I not bake cookies for a long time لمدة طويلة برضو ده مضارع تام. ماشي عايزها تبقى منفية تبقى I haven't baked لم أخبز cookies. إيمان and أسماء explore the forest last weekend عطلة نهاية الأسبوع اللي فاتت ده ماضي بسيط يبقى explored استكشفوا. How does it change since your last visit منذ اخر زياره ليك يبقى لازم اعرف زمن الجمله. since هنا بمعنى منذ مضارع تام يبقى هاو هاز ده في صيغه سؤال بحط هاز the city ثم التصريف التالت change it. my grandma جدتي see that film 4 times 4 مرات يبقى ده ذكر عدد المرات يبقى مضارع تام يبقى هاز seen شافت هاز والتصريف التالت. He learned to play the guitar when he was a teenager. عندما كان مراهق ده يعتبر ماضي بسيط عادي was يبقى he learned أو he learned الاثنين صح. هو تعلم أن يعزف على الجيتار عندما كان مراهق. كولومبوس arrived in America تبقى arrived ماضي بسيط. وصل كولومبوس لأمريكا في عام 1992. We finished our science project last week ده ماضي بسيط يبقى we finished أنهينا. I design bridges أنا بصمم كباري. Last year السنة اللي فاتت هتبقى ماضي built بدل build built. Has the team has والفعل والتصريف التالت تبقى one مضارع تام.
سليم knows know his best friend since he was four. هنا منذ كان عنده 4 سنوات. since جه بعديها ماضي بسيط يجي قبليها مضارع تام. يبقى has والتصريف التالت من know knowing. why did he did والفاعل والمصدر يبقى travel. the cookies are delicious and we ate. أكلناهم يبقى where. كانت لذيذة ماضي بسيط. who has the room rented by last week. عايز أقول هي الأوضة اتبعتت عن طريق مين. يبقى ده ماضي بسيط تمام بس مبني المجهول. يبقى was the room rented. يبقى الماضي البسيط مبني المجهول was أول والتصريف التالت. my neighbor Gary had been deaf all his life. لا ده مضارع تام. تبقى has been كان أصم طول حياته. when she not in school she came. يبقى when she was ده ماضي بسيط لما كانت في مدرسة طلعت الأولى في مصر. in NASA in NASA. page 223 صفحة 223 مجموعة من الأسئلة والإجابات بتساعدني في المحادثة. which university أي جامعة did summer go to. راحت لها summer. she went to Cairo University راحت جامعة القاهرة. what competition أنه منافسة did she enter دخلتها. she entered a space technology competition اشتركت في مسابقة تكنولوجيا الفضاء. when did summer start her company متى بدأت شركتها. 3 years later بعد 3 سنوات. after summer had returned from the USA بعد عودة summer منين من الولايات المتحدة الأمريكية. page 223 ونموذج للمحادثة نموذج للمحادثة نقراها نفهم فكرتها ونحلها. ماهر is asking عادل about his new job. ماهر بيسأل عادل عن وظيفته الجديدة. ماهر بيقول هاي عادل أهلا يا عادل. I heard you started a new job. أنا سمعت إن أنت بدأت وظيفة جديدة. Congratulations مبروك. واحد بيقول لي مبروك أقوله thank you شكرا. It was a challenge to find it كان تحدي إن أنا ألاقيها. قال له سؤال إجابته I started it last week بدأتها الأسبوع اللي فات. يبقى إمتى when وهنا عشان ماضي يبقى did. I to how are you when did you start it بدأتها إمتى الأسبوع اللي فات. That's awesome رائع. سؤال إجابته our friend سعيد told me about it صديقي سعيد أخبرني عنها. يعني ممكن أقول مثلا إيه مين أخبرك عنها عشان ده شخص هو أشيل دي على طول وحطه told me to how are you who told you about it. طب مين قالك على الوظيفة مثلا. قال له صديقي. How was the interview كيف كان المقابلة. not the manager was very friendly المدير كان مدود جدا. يبقى great رائع المدير كان مدود. are you happy with the job now هل انت سعيد بالعمل الان. هيقول له yes I am. ايوه are you تحول I am. I am really excited about it انا متحمس جدا عنه. page 225 صفحة 225 وتدريبات على lessons 1 and 2 على الدروس الاول والثاني unit 5. السؤال الاول محادثة. ريهام tells هند about her role model. ريهام بتخبر هند عن قدوتها. ريهام بتقول هاي هند اهلا يا هند. do you know that I want to be like سمر عبد الفتاح. هل تعرف ان انا عايزة اكون زي سمر عبد الفتاح. اتلاقي سؤال اجابتها اجابته she is a space engineer هي مهندسة فضاء and a business person وشخص او سيدة اعمال. يبقى هو is سمر عبد الفتاح. طب مين سمر عبد الفتاح. هو is سمر عبد الفتاح. why do you want to be like her ليه عايزة تبقي زيها. قالت لها جملة قالت لها ذات سجلت رائع. سؤال yes I am interested in studying space أنا مهتمية بدراسة إيه الفضاء. يبقى ليه عايزة تبقي زيها. هقول because مثلا I want to be أريد أن أكون a space scientist عالمة فضاء. هل أنت مهتمية yes. يبقى I am دي أشيل yes. I am تحول ل are you. Are you interested in هل أنت مهتمة بي studying بدراسة space الفضاء. أيوة. What about you when you قالت لها إجابة I like drawing and painting بحب الرسم والتلوين. يبقى I want to be أريد أن أكون an artist فنانة. What do you do to improve your skills بتعملي إيه عشان تحسني مهاراتك كل يوم. ممكن نقول I draw every day
برسم كل يوم. السؤال التاني قطع نقص كلمات. دكتور مجدي يعقوب is my نقط موديل، هو رول موديل قدوتي. He did a lot of achievements، هو عمل الكثير من الإنجازات. النقط أكيد in medicine في الطب. He is a نقط for people، he is a campaigner، هو كان ناشط أو مكافح أو مناضل للناس. Who have heart disease، اللي عندهم أمراض قلب. He نقط in England many years ago، يبقى he worked، هو اشتغل في إنجلترا منذ عدد من السنوات. السؤال التالت اختياري. A knot is a new very fast form، شكل سريع جدا جديد of transport للنقل. That travels above the ground، ده اسمه hyperloop. Hyperloop، يبقى نحفظ التعريفات. A knot is something، شيء ما. You plan for، بتخطط لي. And hope to do in the future، بتتمنى ان هو يحصل في المستقبل، تبقى جوه الهدف. Summer traveled to the USA، سافرت summer للولايات المتحدة الأمريكية. To receive an award، عشان تتلقى جائزة. The word award، كلمة جائزة here means award، بتساوي هنا ايه؟ award هنا بتساوي طبعا prize، جائزة. The students، الطلاب here have done something important، عملوا شيء مهم. They have made a good، هقول a good achievement، عملوا انجاز جيد او انجاز رائع. Page 226، صفحة 226. I don't agree with you، لا اتفق معك. I have a different opinion، انا عندي رأي مختلف. The word not is the antonym of different، عكس كلمة different. Different مختلف، عكسها ايه؟ similar، يعني متشابه. To make a name of a job from the word music، عايز اسم لوظيفة من كلمة music. Music موسيقى، يبقى musician، موسيقار، بحط لها IN. السؤال الرابع صح. My friends practice yoga for 2 years، لمدة سنتين، ده مضارع تام، يبقى have عشان دي جمع. والتصريف الثاني الثالث من practiced. I have a problem with my computer yesterday. Yesterday امبارح، يبقى دي لازم تبقى ماضي. I had a problem، انا كان عندي مشكلة. My father has never. والتصريف الثالث من forgot ثم forgotten، ده التصريف الثالث. Who has nada met. تصريف ثالث. مو صلاح score many goals in the last game، تبقى سكورد، احرز الكثير من الاهداف في اللعبه اللي فاتت. السؤال الخامس، اكتب باراجراف 110 كلمه عن سيره ذاتيه عن شخص انت بتحبه. بيج 224، صفحه 224، هتلاقي نموذج، اقرا وافهم فكرته واكتب زيه. هنا بيقول لي صح. He never stopped trying when things were difficult، ده ماضي بسيط، يبقى عايز دي في الماضي، هتبقى never هي بس stopped. never تيجي في المضارع التام او الماضي البسيط عادي، على حسب الجمله. هنا ماضي بسيط تبقى never stopped. sadly I lose my new mobile phone، هنا في تاثير، يبقى هنا مضارع تام. I have lost، الموبايل بتاعي ضاع، في حزن شديد. I went to the club and، هنا انا رحت للنادي. and had، عشان ده ماضي بسيط يبقى ده ماضي. and had a nice time، وقضيت وقت جميل with my friends، مع اصدقائي. كده يبقى خلصنا يونت 5، الدرس الاول والثاني، منهج تالت اعدادي، كتاب جيم الاضواء. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.